السلام عليكم، كنتمناكم كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحماقوا فيه وغادي نديفولو مزيان مع بعضياتنا. غتقولوا كيفاش غادي نديفولو وغادي نخدموا هاد الزجاجه ديال هاد الطبله هادي. سمحوا لي، واخا الضو ديال البوله الفوقاني راه تيبان فيها ولكن ما عنديش حل كي غادي نحيدها. هاد الزجاجه هادي ديال هاد الطبله غادي نخدموها. ما فكنخدم معكم دائما بلي شوت ديال بابي دو ري ونديروا اعاده تدوير. اليوم غادي نخدم كاع بهذوك السبايغ اللي بقاو عندي فيهم شويه شويه شويه، غادي نخدموهم في هذه الزجاجه هذه. ما عنديش فكره باش غادي نبدا، ما عرفتش النتيجه كي غادي تخرج، ولكن غادي نزعمها وغادي نخدم. وعوالة عليكم تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا معايا النتيجه وتعاونوني وتعطوني الراي ديالكم. اول حاجه قبل ما غادي نبدا، غادي نمسح الزجاجه ديالتي بلا سيتون وغادي نبداو على بركه الله. ما تمشيو فين. اول حاجه اللي بعد ما مسحنا الزجاجه ديالتنا، خديت هنايا زفتي اسبلتون وجريته هنايا بالوايت سبيريت، يعني باش حيت هو كيجي خاتر وعاقد. انايا هنايا جريته بالوايت سبيريت وغادي ناخذ بانسو ايفونتاي غادي نغطسو هنايا وغادي نبدا كندير رشيشات هنايا في فوق من المرايه. انا جريته شويه مزيان وغادي ندير شويه كونسونطري. على هذا الشكل هكايا غادي نخلي هذا ينشف. هاد الجهه مازال ما نشفش ليا فيها الزفتي مزيان، مي غادي نخدم هاد الجهه هنايا. غادي ناخذ دي بوشوار، خذوا لي بوشوار كيف ما بغيتوا اللي متوفر لكم. كيف قلت لكم هاد العمل غادي نخدموه حمق شويه، يعني غادي نستغلوا اي حاجه عندنا. غادي ناخذ هذا، غادي خصني نخدمه بالمقلوب باش غيبان ليا مني غادي نقلب الزجاجه ديالتي، خصو تبان الكتبه مقاده، يعني ما يمكنش غادي نخدمه كيف ما فين كنخدموا عاديين. غادي ناخذ اي لون ديال هاد السبايغ، نشوف واش باقي عندي بدا مزيانين. هنايا غادي نخدم بدوغا بان، غنحط واحد شويه هنايا بحال هكايا و جو كومونس اتابوتي، ولا غادي نخدمها نحاول نجرها بالبانسو بحال هكا. دونك انايا هادي الفكره غادي نخدموها شي شويه، يعني ستيل فينتاج مي اما فاصون، ستيل فينتاج غادي نخدمو انا بطريقتي. وانتم بطبيعه الحال ملي غتشوفوا لا فيديو غادي نتوما تخدموه، تبارك الله ما ناقصكم دوق، نتوما تخدموه بطريقتكم. نقدر نزيد لون اخر الا بغيت، مثلا ندير هاد اللون هذا نديرو هنايا الفوق، نديرو فهاد الجهه هنايا الفوق. واخا يتخلطوا لي الالوان، ما عنديش انا الغرض يكونوا عندي الالوان نت في، يعني كل لون يجي بوحدو باين، لا يعني يتخلطوا لي الالوان، هذاك هو المبتغى اللي انا بغيت. فوالا هكايا نقدر نزيد لون اخر، ناخذ هذا الاسود ناخذ منه شي شويه اوكي. نكمل السطر هنايا، نقص ندير هنايا عاوتاني شي شويه، ماشي ضروري نكمل الجمله. المهم نقول تقولوا لي كثرتي علينا، ماشي ضروري ماشي ضروري. واشنا هو اللي ضروري في هذا الفيديو هذا؟ عافاك الا ما قول لينا اشنا هو اللي ضروري. المهم في الاخر غادي نشوفوا النتيجه مجموعين، وديك الساعه غادي تحكموا وتقولوا الراي ديالكم. هذا هو اللي غادي يهمني انا في الاخير، وانني نعرف الراي ديالكم. بركه من هاد البوشوار، يعني باش ما تجينيش الكتابه غير في هاد الجهه هذه، غادي نحاول نجيبها حتى في هاد القنت هذا هنايا. واخا مازال ما ناشفش ليا مزيان، مي غادي نحاول ما امكن ما نقيسش
هذاك اللون، دونك ناخذ اي لون بحال هكايا، فوالا نتكي شويه البانسو باش يجيني اللون. نقدر نخرج غير حريف ماشي نشبر هكايا باش ما يتزبق ليش البوشوار ديالي. هنا غناخذ بوشوار اخر، غناخذ هذا ديال لي طونبون، حتى هو كيعجبني نخدم به، حتى هو غادي نخدمو الانفير يعني بالمقلوب باش يبان ليا الكتابه. غادي نجي هنايا لهذا الجنب داكور، نجي ندير هذا، شوف هادو النشفات ليا، غادي نجي لهذا الجنب هذا هكايا، غادي ناخذ ناخذ لون اخر. نقدر ندخل هذا اللون هذا، علاش لا، نقدر حتى هو ندخلو، يعطيني شويه منظر زوين ويفتح ليا اللون ديال اللي انا غادي نخدم به. تخدموا بالبونجات، تخدموا سباتول، تخدموا ب هكايا بالبانسو، مهم انا وياكم حنا مدوزين الوقت في هذا الفيديو هذا حتى نكملوه. فوالا غادي نجي ناخذ عاوتاني واحد اخر، ناخذ شي زويوقه اخرى، وهاد المره غادي نديرها في الوسط. واخا يجيني اللون فوق من اللون ولا شي حاجه، ما سي با غاف، هذا هو لو بوت، تجيني الخدمه من داخله مع بعضها. غندير هاد الكبيره شويه، حتى هاد لي طونبون، هاد البوشوار ديال لي طونبون حتى هو كيجي زوين وكيجي راقي. حاول ما امكن نجبد الصباغه من التحت بحال هكايا، نهز البوشوار ديالي هنايا، مازال ما نشفش الجلخ ليا هنايا، مي معليش. دونك هذا غادي نحبس من هاد البوشوار بركه منه. هنايا نقدر مازال نزيد الوايت سبيريت ونخويه فوق من هاد الزفتي اللي حنايا باقي ما نشفش لينا، ونخليه يعطيني هذاك يدير هذاك التفاعل ديالو. هنايا غادي ناخذ الافيمار، غادي ندير واحد الرشيشات نحاول غير بشويه في بركه هكايا. المهم بعد ما نشف ليا هذا شي شويه، غادي ناخذ الافي ميغوار. نحركوه شي شويه قبل ما نبداو، نجرب ليه الفم ديالو، فوالا، وغنبدا كنرش. كيف قلت لكم انا ما عنديش الغرض نرجع الزجاجه ديالتي، نرجعها مرايه. غادي نقلب نشوف القياس، لان هكا ما تيبانش ليا، غادي نهزها ونقلب نشوف القياس. نتوما ما غاديش يبان لكم ولكن انا راه تيبان ليا. غنزيد شي شويه تعرفوا شحال في الساعه دابا، هذه جوج الليل، عاد انا نشق ليا نوض نخدم هاد الزجاجه هادي، واقول الله يستر. هنايا بعد ما نشف لينا لهداك الافي ميغوار اللي حنايا درنا، غادي ناخذ الابريد ميتاليك في البرونز، غادي نخلطها ونخوي شويه هنايا. وغادي ناخذ ناخذ هنايا رولو، نحاول ناخذ هذا هنايا، غناخذ الرولو لانه هو غادي يسهل ليا الخدمه اللي انا غادي ندير.
وغادي نمشيه كامل فوق هاد الخدمه اللي انايا درت. نقدر ندير مازال لون اخر الا بغيت ندخل شي جوج الالوان مثلا. خلوني ندخل شويه ديال لون واخ. غادي نديرو عليه فوق منها هاد الشكل هكايا. شغي يجيني هاد اللون هذا يجيني الضرابي يعني ما عرفتش كيفاش غنوصل لكم الفكره، يعني يجيو الالوان متداخله مع بعضيتهم. فوالا هذه اللي بغيت نقول لكم، يجيو الالوان متداخلين والرولو راه هو كيساعدنا وكيزرب لينا الخدمه. دونك انا غادي نخلي هاد الطبقه هادي تنشف باش عاد غادي نرجع نشوف، يعني حتى تنشف عاد غيبان ليا واش مازال غادي نقلبها. حيت دابا ما نقدرش نقيسها، غنخليها حتى تنشف. انا هنايا كنت كندير ضريبات ديال البرونز وضريبات ديال الابريد اكريليك في لونوار، يعني كنت نخلطهم بجوجهم هنايا في الطبسيل وباش كنخدم. فوالا وصافي غادي نخليها تنشف ما غنقيسهاش، ودابا صافي غادي نمشي نعس حتى الصباح ونشوفها كيفاش صدقات. حاول نقرب لكم يعني ان فينتاج اللي هويا يعني قديم، ان ستيل تري انسيان. دونك هذه هي النتيجه النهائيه ديال هاد الزاجه كيفاش رجعناها. هنايا باقي عندي ثلاثه ديال الزجاج اخرين، وحده طبله كبيره بزاف وكاينه وحده صغر من هذه شويه ولا كبر منها. غادي نخدمهم بنفس الشكل تقريبا، ومن بعد غادي نتقاسمهم معكم وغادي تشوفوهم. دونك غادي نخدم تقريبا بنفس الطريقه، نقدر نبدل غير الالوان، نقدر نبدل لي بوشوار، نقدر نبدل ما كتبقى تقريبا نفس الطريقه ديال الفانتاج اللي غادي نخدم بهم هاد الزجاج. وغادي نحطها في بلاصتها باش نوري لكم الطبله كامله. دونك هما هادو هما الطبيلات اللي قلت لكم بعد ما كملتهم. كنتمنى يعني ملي كندير لي كليراج بزاف يعني تيبان ليا الخيال ديال هادشي اللي معلق هنايا، ملي كنقص من لي كليراج ما كتبانش الخدمه مزيان. مي كنتمنى ان الفكره وصلت لكم، كنتمنى ان زعما يبان لكم هذاك الشيء مزيان. سلام، انا كنطلع لكم هذه فيها شويه ديال الضو. المهم هما يا جوج مرايات، جوج هما كانوا جوج زجاجات كبارين ومعاهم مرايه باش صوبنا الطبيله، ونوريكم الطبيله الاخرى اللي صوبنا. شكيتي بان الخيال ديال الطابلو.